بيتر روبي. بالمناسبة أنا أحب بقى اتنين، أنا بحب كريم عبد العزيز وبحب كريم محمود عبد العزيز، الجوز الاتنين. أنا طبعا ما قابلتش كريم محمود عبد العزيز خالص، يمكن هو طبعا عشان هو شاب رائع وجميل جدا وأنا راجل عجزت خلاص واشتعل الرأس شيبا وحاجة صعبة قوي خالص، لكن كريم عبد العزيز هو اللي أدي، ولا ما ينفعش اقول ان كريم عبد العزيز قد كريم، هو سوا بيقول ان هو احنا كلنا جيل واحد. وطبعا انا جزء من محبتي لكريم محمود عبد العزيز ان هو ابن محمود عبد العزيز الله يرحمه. انا بموت في حاجه اسمها محمود عبد العزيز في المطلق، في المطلق، زي ما بحب احمد عوض جدا، صديقي وزميلي العزيز. حلو. طيب بيت الروبي تاتش وود، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كمان مرة، عشان زي ما أقول لك طبعا أنا حاسس يعني أنا فرحان بمجموعة العمل وفرحان بالكريمين زي ما بيتقال. 82 مليون جنيه مصري في أسبوعين، الله أكبر. إيه السر ورا ده؟ خد بالك هو السينما الحقيقة الموسم بتاع الأعياد دايما بتجيب أرقام كبيرة، وأظن الموسم ده كمان موسم ناجح، وموسم العيد الصغير كان موسم برضو ناجح، وأنا دايما تمنياتي بالنجاح وتحقيق الأرقام لكل الأفلام اللي تتعرض. بس أنا لا أستطيع أن أنكر انحيازي لكريم كريم عبد العزيز، كريم عبد العزيز اللي قدنا، وأحمد عز، أنا أحب الاثنين جدا جدا. ممكن يكون علشان جيلي، ممكن يكون علشان هم فعلا ممثلين حلوين شطار قوي، وانا احب دايما، والله انا بتكلم بامانه، الممثل الشاطر واللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليه بقى بالوسامه وخفه الدم والاتنين كده، يعني اتنين جنات واتنين دمهم خفيف واتنين ممثلين شطار. انا بتكلم على كريم وعز، حلو في المطلق يعني، ده حديث كده عام. وبعدين انت عارف دايما يقول لك ايه، ما اصل الجان ده تلاقي دمه تقيل، طب دول دمهم خفيف، طب ما بتبقاش موهبتهم قوي، طب دول موهبتهم تجنن. حاجه تفرح تحط بقى في بيت الروبي تحديدا كريمين الاثنين. وبالمناسبه كريم محمود عبد العزيز كمان ليه فيلم اسمه موسى، اللي عاوز يشوف موهبه كريم محمود عبد العزيز يتفرج على موسى. لكن انا هسال هنا بقى ريم القماش مؤلفه برنامج بيت برنامج ايه، معلش المهنه تحكم، فيلم بيت الروبي ايه سر هذا النجاح الساحق؟ والف مبروك اولا يا ريم. الله يبارك فيك، ميرسي قوي قوي، دي حاجه تفرح جدا. انا مش عارف اذا كنا عملنا قبل كده رقم 82 في اسبوعين ده قبل كده ولا لا، بس لو ما عملناهوش تاتش وود، ولو عملناه يا رب زيد يا رب. ايه سر النجاح يا ريم؟ والله اعتقد طبعا الخلطة اللي انت قلتها، احنا معانا نجمين محبوبين جدا جماهيريا، وهم كمان لما اجتمعوا سوا عملوا دويت ولذيذ قوي قوي. يعني انا شخصيا اتمنى ان انا اشوف لهم افلام كتير بالتركيبة دي. هم حصل بينهم يعني كده كيمستري فظيعه، صح، لدرجه ان في فعلا ناس كتيره علقت ان هم قالوا احنا حاسين ان هم بجد اخوات في الحقيقه، من كتر ما كان في بينهم دايناميك وطريقه كلام سبونتينيوس وظريفه. فغير يعني اصلا الجماهيريه السابقه ليهم، الناس كمان حبت قوي الكومبو اللي هم عملوه في الفيلم. وبقيت بقى العناصر كلها، يعني انت يعني معاك بيتر بيني ومدير تصوير ورانا يعني حاجات لذيذه قوي قوي ما كناش شفناها قبل كده، بيتهيألي في فيلم في طابه وحاجات كده، ففي ميكس لذيذ قوي حصل. يعني انتوا طبعا واضح انه هو فريق عمل، عارفه كده يقول لك ايه، متجانس. بس كمان انت قلتي حاجه حلوه، لان انا كنت دايما الاحظها لما تيجي مثلا تشوف تحديدا في البرنامج بتاع امير كرارة، لما تيجي تشوف هو مستضيف كريم عبد العزيز، طريقه كلام كريم عبد العزيز، طريقه سرد كريم عبد العزيز، افيهات كريم عبد العزيز، حركات وحاجات زي كده حلقه، وبعدين تيجي تشوف برضو مع امير كرارة كريم محمود عبد العزيز، هو انت تحس ان هو اخين كل واحد فيهم في حلقه، يعني تحس ان هم ايه دمهم واحد. ايوه سبحان الله، فعلا فعلا سبحان الله فعلا، ده رايي طول الوقت، هم اكيد قرايب بشكل او باخر، الدم واحد، يعني ممكن نرجع جينيا لاربع تلاف سنه هيطلعوا نفس الجد مثلا، حاجه زي كده. حاجه زي كده ممكن يجربوا يعملوا الموضوع، لازم يعملوا دي ان ايه ويجربوا، هيطلعوا قرايب بشكل او باخر. وفي نفس الوقت
بيتر ميمي يمكن انا قابلته مرتين، منهم مره في الحوار الوطني، شخص غايه في اللطف، مش بس كمان كمخرج، هو كمان كبني ادم، وبعدين عنده افيه هادي كده تحس ان هو سهن. اه والله دكتور بيتر ميمي، وده في حد ذاته برضه حدث مهم، يعني الدكتور اللي خد قرار يبقى مخرج ده بالنسبه لي شيء عظيم. فريم القماش كتبت وقدمت، ريم القماش قدمت قماشه حاجه شغل بلاد بره زي ما بيتقال. فهو انتوا جمعتوا بعض ازاي يا ريم؟ يعني ربنا يجمعكم على الخير، بس انتوا بجد والله لقيتوا بعض ازاي؟ بص يعني انا ودباح قعدنا مع بيتر وكان عندنا يعني نيه ان احنا نعمل فيلم فاميلي ينزل في العيد، واصلا اختيار الجونرا بتاعت الفاميلي دي انت لو فكرت فيها هي مش ناس كتيره قوي بتحب تستثمر فيها في السينما، الجونرا بتاعت الفاميلي تحديدا. يمكن بيتر مؤخرا بدا يعمل حاجات تارجتنج العيله زي مثلا فيلم شلبي و ومن اجل زيكو، الحاجات دي هي عائليه مش كوميديه يعني، صح. لان خصوصا النوع بتاع الافلام العائليه ما بيبقاش معتمد على كوميديا، ما بيبقاش ان انت بتجمع بتعد عدد الضحكات اللي في الفيلم، انت بيبقى الهدف بتاعك في الاول وفي الاخر او ولائك الاول والاخير هو ان انت تحكي القصه وتحكيها مظبوط، لو حكيتها مظبوط فالناس هتتفاعل معاها، هيعيطوا هيضحكوا وهيفكروا وكل الحاجات دي. يعني قعدنا انا ودباح طلعنا كذا لوج لاين، بس احنا مجرد ما قلنا اللوج لاين بتاع بيت الروبي يعني بيتر من فورا راح قال هو ده، وتحمس لدرجه ان هو كلم كريم عبد العزيز يعني في لحظتها حكى له اللوج لاين، وكريم تحمس لان هم حتى يعني اسقطوا ده على حياتهم الشخصيه، ان هم طول الوقت بيفكروا ان هم عايزين مش عارفين ايه الصح والغلط، وان تنزل السوشيال ميديا في التعامل مع عيالهم، ساعات بيحسوا ان هم عايزين يخبوا عيالهم من كثر المؤثرات الخارجيه. يعني ايفن كبيرنس هم تفاعلوا مع الفكره يعني. بس ومجرد ما يعني ما خدنا الجرين لايت ان احنا نكتب، طلعنا اول درافت، ومن اول درافت بقى بدا كل الناس تبقى هاندز اون، يعني زي ما انت قلت بيتر هو ستوري تيلر شاطر جدا وعنده سنس اوف كوميدي كده خطير جدا. وهو الحقيقه اضاف حاجات كتيره قوي كوميديه في الفيلم ظريفه. كريم وكريم هم يعني خلوا الكاركترز تبقى حيه، صح. يعني فقعده الترابيزه الاولانيه كده اوتوماتيك على طول هم جابوا لسان الشخصيه، وكريم عبد العزيز طبعا يعني اكيد يعني انا مش محتاجه اتكلم عن كريم عبد العزيز، بس هو عنده قدره كده انه يتنقل ما بين المراحل المختلفه للشخصيه بطريقه بسيطه جدا، اللي هو انت ما بتبقاش فاهم هو عملها ازاي يعني. كريم عبد العزيز عنده مشكله كبيره، بكلمك بجد بقى، انا بشوفها مشكله. كريم مقنع، كريم اقنع كل زوجات مصر ان نادي الرجال السري حقيقي. ايوه هو الارك كمان بتاع الشخصيه في فيلم بيت الروبي بيتعرض لتغييرات كتيره جدا، من شخص رافض السوشيال ميديا تماما وبيحاول يحمي عيلته، لشخص فجاه بيبقى اندر ذا سبوت لايت، فانت بتشوف ان هو ما عملش اي مرحله من مراحل الشخصيه باستعيال على الاطلاق. هو جاب كل المراحل بطريقه ما تفصلكش او ما تحسش فيها مبالغه، او وفي نفس الوقت انت حاسس كويس قوي بالتغيير اللي حاصل في الشخصيه من حاجات بسيطه قوي هو بيعملها بطريقه كلامه بالبادي لانجوج و الى اخره يعني. صحيح. فكانت لا يعني كانت تجربه اكيد ممتعه، واحنا مبسوطين برضو ان يعني انا ودباح طبعا ان النوعيه دي من القصص يعني الجمهور تحمس لها. طبعا طبعا، يعني انا عشان كده لك انا اشجعكم جدا قوي خالص على الفاميلي موفيز جدا، والفاميلي موفيز في هوليوود حاجه يعني عظيمه وتجيب فلوس بالهبل وحدوته. فدايما اقعد استغرب احنا ليه مش بننفست، ليه مش بنستثمر في الفاميلي موفي او الفيلم العائلي ده، الفيلم الحلو اللي بنتلم عليه كلنا سوا وناخد بعضنا ونروح ونتفرج. هو بعيدا كمان عن نوع الفيلم، انا اعتقد ان الفيلم ده اثبت ان الناس محتاجه تسمع حدوته حلوه طبعا، يعني مش بس ان هم يشوفوا عربيات بتنفجر او ضحك او معرفش ايه، هم الناس في الاول وفي الاخر عايزين حدوته حلوه ايا كان الاطار بقى اللي انت هتحكيه بيها، يعني رعب ولا اكشن ولا اي حاجه. بس يعني انا الذ كومنتات جات لنا
كانت ان الناس بتقول احنا طلعنا من الفيلم بنفكر. والذ كومنتات انا شخصيا جات لي كانت من بنات صغيره، يعني بنات عندهم 12 13 سنه. فانا بالنسبه لي فكره ان احنا اصلا قدرنا نعمل منتج يوصل للسن ده، انا بالنسبه لي دي يعني خلاص كده. والله انا اقول لك الف مبروك وبرافو وكملوا كده ارجوكوا، ويا سلام سلم لما تكملوا بنفس المجموعه، يعني ممكن يبقى في جزء تاني مش عارف. انا احب الحاجات اللي من النوع ده، يعني دوسوا دوسوا يا ريم. اشكرك جدا والله، وتحياتي ليكم جميعا. كل الشكر لريم القماش، كل الشكر لبيتر ميمي، كريم، كل فريق كريم وكريم، كل فريق العمل.